لدولة بس 22% في حين أننا كنا نملك عندما أقيمت إسرائيل 82% من أرض فلسطين. والقانون والجمعية العامة منعوا الفلسطينيين 44%. لا، إسرائيل هي التي قتلت كل الواقعية وقتلت كل الفرص الممكنة وقتلت كل فرصة للسلام. ولذلك العالم اليوم مطالب بأن يتوقف عن المعايير المزدوجة وأن يتوقف عن مواصلة مساندة إسرائيل وهي ترتكب كل هذه الجرائم. دعوني أذكر لكم رقمين بس وأختم بهم. الولايات المتحدة أعطت لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 50,000 طن من الأسلحة والمتفجرات. في دول أوروبية كثيرة كألمانيا وبريطانيا واصلت وتواصل حتى هذه اللحظة تزويد إسرائيل بالسلاح. وأنا حسب علمي الذي يحكم بريطانيا حزب العمال البريطاني الذي يفترض أن يكون جزءا من هذه الأسرة الاشتراكية، لكن للأسف الكلام شيء والتطبيق شيء آخر. 1300 طفل فلسطيني قتلوا أطرافهم من بين 4000 آخرين. أكثر ما مزق قلبي رؤية طفل على الشاشة قطعت يداه، يعني قطعت إيده اليمنى وإيده اليسرى. يسأل أبوه عمره 5 سنوات، يسأل أبوه والده وكله عندما أكبر هل ستنمو يداي مرة أخرى؟ وطبعا والده لم يجد أي كلمة يجيب بها. إحنا كل ما نطالب به هو العدالة، كل ما نطالب به أن تحترم حقوقنا كشعب، وكل ما نطالب به هو حقنا في الحرية مثل كل شعوب العالم. ولا أحد يلوم الضحية، لا أحد يلوم يدعو. يعني أنا أكثر ما يفجر القلب عندما نسمع من يتهم